السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: عودة الطقس المستقر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الأحد، وانخفاض على الحرارة ودرجات حرارة أيضا أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في مناطق واسعة من المملكة طيلة الأسبوع الحالي. نذهب الآن لاستعراض صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم الركامية الرعدية في المنطقة الشمالية، منطقة حفر الباطن، المنطقة الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى. هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، يتوقع أن تستمر تأثيراتها خلال هذه الليلة، لكن اعتبارا من يوم غد الأحد تتراجع شدة هذه الأمطار ويميل الطقس للاستقرار وتنخفض درجات الحرارة. نبقى نتحدث عن الأمطار، ونذهب وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء. يوم السبت الأمطار منتشرة في عموم المنطقة الشمالية، حفر الباطن، الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. خلال ساعات الليل يمكن أن تصل هذه فرصة تدخلات الأمطار للعاصمة الرياض، مع تراجع تدريجي خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في عموم المناطق، على أن تستقر الأجواء تدريجيا ساعات نهار يوم الأحد، ويستقر الطقس تماما اعتبارا من يوم الاثنين. نذهب الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. تشمل الانخفاضات في المنطقة الشمالية، المنطقة الشرقية، الوسطى، أجزاء من المنطقة الغربية، وصولا حتى إلى أجزاء من المنطقة الجنوبية. هي عبارة عن كتلة هوائية باردة مرافقة لمرتفع جوي، يتوقع أن يسيطر على عموم منطقة الجزيرة العربية خلال الأسبوع الحالي، هو الذي يجعل الأجواء مستقرة وتتراجع فرص هطول أي أمطار خلال هذا الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار مع 19 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأحد تستقر الأجواء وتنخفض درجات الحرارة، تسجل 24 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 12 درجة. المزيد من الانخفاض يوم الاثنين 20 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 10 درجات مئوية، ونفس الأجواء متوقعة يوم الثلاثاء. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.